14 يوم ديالكم كما قلنا لكم اجراءات كامله النظافه ما ديالكم الدار ما تعيش كامله ماشي باغي نخليكم نتوما تمرنوا بعد تعافيها وشفائها التام من الإصابة بفيروس كورونا بحضور يعني مندوب إقليمي للصحة وكذلك دكتور عصام الذهبي بالإضافة إلى دكتور شوقي أميران مدير المستشفى صور رباعي كنشكر المستشفى كامل بهم المدير الطب اللي كانوا ما مقصرينش يجهدوا معنا كنشكروا بشكر كبير كنشكروا كل شيء شكرا شكرا لكم إذا كنصحوا 6 الحالات كان البارح 5 وزادت واحدة اليوم 6 الحالات الآن أصبح عدد الحالات 35 تقولنا آخر كلمة الظروف اللي الظروف ديال اللي مريتوا بها يعني في هذه الوضعية اللي عشتوها كيفاش دوزتوها؟ كنا بحال في الديور ديالنا بحال مع عائلتنا الناس الحمد لله صاهرين على الراحة ديالنا كيقابلونا أنا دايرة العملية كيراقبوني الحمد لله كل شيء داز مزيان. واش يمكن تقولنا على التجربة اللي دوزتيها كيفاش حسيتي كيفاش عشتيها وكيفاش دوزتيها؟ التجربة الحمد لله ربي عطانا هذا الابتلاء حنا حمدنا عليه الله والحمد لله حنا دخلنا فيه الحمد لله وخرجنا الله ومالك الحمد الحمد لله. نعم والظروف اللي تقصتي فيها أنت الظروف اللي تقصتي بها فين كنتي؟ أنا درت واش خاصتي شي واحد أو لا كنتي؟ ما عرفتش أنا درت عملية في طنجة ولكن ما عرفتش منين جاني هذا الوباء ما عرفتش منين ما عرفتش مناش. الحمد لله اللهم لك الحمد. اذا كنهنيوك انك تشافيتي ورجعتي لدارك شكرا كامل الله يرحم الوالدين شكرا.